السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم خير وصحه وسلامه. اليوم راح اتكلم على اهم الامور اللي لازم تزرعوها بشهر يونيو والنصائح الزراعيه اللي لازم تتبعوها حتى تنجح عندكم ان شاء الله الزراعه ويكثر الحصاد ويثمر ايضا الزرع. بنفس الوقت ايضا حبيت انه اخذكم جوله بسيطه صغيره لاحد الحدائق المحليه هنا في لندن، ياجرون بها قطع صغيره من الاراضي جاهزة للزراعة، فحبيت أنه أخذكم بهاي الجولة حتى نشوفوا شنو قاعدين مو هساب بشكل طبيعي، وبنفس الوقت أيضا شنو من الأشياء الناس زارعيها. طبعا من أهم الأشياء اللي ممكن تزرعوهن وحد الأفكار هي يزرعون الطماطم. طبعا الطماطم هي من الخضروات المحبوبة في الحدائق المنزلية، فممكن أنه تقومون بزراعة الشتلات بأواخر الربيع، بعدين تنقلوها إلى الحقل في يوليو، وأيضا تختارون أصناف تكون مناسبة مع المناطق اللي تعيشون بها وتوفر الظروف النمو الملائمة. ثاني شيء ممكن نزرعه هو الخيار. الخيار أيضا من النباتات الصيفية اللذيذة والمنعشة، فقوم بزراعة الخيار، قوم بزراعة البذور مباشرة بالأرض بشهر يونيو، وحرصوا على توفير التربة الرطبة وتدفق المناسب للشمس. أيضا ممكن أنه تزرعون الفلفل. ممكن أنه تزرعون الفلفل في شهر يونيو وتتمتعون بالمحاصيل في فصل الصيف، وأيضا بالخريف قوموا بزراعة الشتلات المنزلية بأوائل الربيع، وبعدين انتقلوا أو نقلوا الشتلات إلى الحديقة بيونيو أو إلى الأسطح أو إلى البلكونة. رابع شغلة ممكن أنه تزرعوها وهي من أبسط وأسهل الشغلات هي البازلاء. طبعا البازلاء من النباتات القوية وسهلة النمو، زرعون البذور مباشرة بالأرض بيونيو وتحرصون على توفير دعم للأعناق المستقلة للنباتات. أيضا ممكن تزرعون الخضروات الورقية كل أنواعها مثل السبانخ والكرنب والكولارد، أيضا وأنواع الجرجير والرشاد وإلى آخره. ممكن أنه تزرعوها بشهر يونيو وأيضا توفرون محاصيل تكون غنية بالعناصر الغذائية المفيدة اللي راح تدعم صحتكم وتفيد الجسم كله. أما بالنسبة لي أهم النصائح المهمة اللي لازم تتبعوها حول الزراعة في شهر يونيو، فممكن أنه تتبعون النصائح التالية راح أقول عليها. هي عبارة عن 5 نصائح بسيطة. أولا، ري النباتات بشكل منتظم. وفي فصل الصيف لازم أنه تلتقي أو تلقى، يعني تأخذ النباتات الماء بشكل كافي. قوم بري النباتات بالذات بالصباح الباكر أو بالمساء حتى تتجنبون تبخر الماء بسرعة. أما عن تسمية النباتات، فممكن أنه تستخدمون أسمدة عضوية حتى تغذون النباتات وتعززون نموها. وأيضا يفضل توزيع الأسمدة بانتظام وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة. أما من ناحية التحكم بالآفات والأمراض، ففحصوا النبات بانتظام حتى تتأكدون من وجود أي آفة أو أي مرض، وبعدين تأخذوا إجراءات الوقاية المناسبة واستخدموا المبيدات الحشرية الطبيعية اللي هي من أفضلها هو رشاش الماء وزيت النيم، جدا فعال وجدا سريع أيضا وبسيط الصنع. تكلمت عليه بالقناة وخصصت فيديو كامل شامل على طريقة صناعته. أيضا من ناحية الحصاد المنتظم، قوموا بجني المحاصيل بانتظام بالذات لما تزرعون الخضروات الورقية. أول ما تكون أنه جاهزة للحصاد قوموا بحصادها، وكل ما أنه يعني تلقطوها أكثر كل ما راح تبدي بالنمو أكثر وأكثر إن شاء الله. وأيضا هذا الشيء راح يشجع النباتات على إنتاج المزيد من الثمار والخضروات. من ناحية الحفاظ على التربة، استخدموا تقنيات الحفاظ على التربة مثل التربة مغطاة، مثل ما تشوفون هنا أكو عدة أمثلة لتغطية التربة، وأيضا أكو التعشيب. هذا الشيء راح يساعد على المحافظة على رطوبة التربة ومنع نمو الأعشاب الضارة. باستخدام النصائح اللي تكلمنا عليها بهذا الفيديو، بإمكانكم الاستمتاع بحديقة خضراء مزدهرة في شهر يونيو، وأيضا الاستفادة من محاصيل صيفية لذيذة. وإذا عجبكم محتوى القناة اشتركوا وفعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.